المزيد من مستر بين بعد الفاصل على كارتون نتورك بالعربية. العرض الجديد مونكي كيد. حسناً، ها هي الخلاصة. هذا هو إم كي، وهو يملك هذه العصا، وهذا الشخص يريدها. هو وأتباعه مستعدون لفعل أي شيء للحصول عليها، لكن بطلنا إم كي لن يدع ذلك بالحدود. عليه فقط أن يتدرب قليلاً أولاً. هل أنتم مستعدون للمغامرة في العرض الجديد مونكي كيد من الأحد إلى الخميس في الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية؟ هاي أصدقائي، هل رأيتم قفقات نادرة لأوزمو كورنيل؟ يوجد ديناصورة فائقة قوة في قفقات أوزمو كورنيل. هل أنتم مستعدون لمغامرات جديدة مع الديناصورات؟ استعدوا لدخول برج أبطال التايتنز أو الرقص مع بنانا جو. لقد حان وقت جيم أون مع كارتون نتورك. فقط قوموا بالتوجه إلى روبلوكس وقوموا بزيارة جزر عروض كارتون نتورك المفضلة لديكم. هناك العديد من الألعاب التي يمكنكم الاستمتاع بها مجاناً. يمكنكم أيضاً جمع النقاط لتلقية شخصياتكم والمزيد. توجهوا إلى روبلوكس وابحثوا عن كارتون نتورك جيم أون. شخصيتي المفضلة هي جامبول، عشان بيفكرني بنفسي، عشان أنا بعمل مشاكل كتير، وكان في مرة في المدرسة أحسن ما أتكلمش عنها، بس يعني حاجة زي حاجة جامبول هيعملها كده. هاي، من الظريف المسؤول عن هذا؟ بحب دارون عشان هو بيساعد جامبول كتير، بتفكرني يعني ازاي في اخواته وكده بيحبوا بعض، عشان انا عندي اختين. صديقي، خفت ان اخسرك. عانقني. لو انا رحت المدرسة بتاعت جامبول نبقى هنبقى يعني best friends، عشان نبقى نعمل مشاكل مع بعض.